الاستاذ علي حنظل، علي حنظل علي، مسؤول هنا من مركز شباب الشواشنة. انت شايف ممكن تنتهي المباراه على كام كام؟ هو عايز اقول لك الماتش صعب، هو انا اتمنى ولا عايز تنتهي كام؟ تتمنى او تنتهي ان شاء الله تنتهي، ان شاء الله المصري هتبقى فرق واحد 2-1 او 1-0 حاجه زي كده. ان شاء الله المباراه، ان شاء الله ان شاء الله المباراه تخلص 2-1. استاذ ياسر مصطفى علام، مصطفى اسمه الصداره. نتمنى طبعا لمصر الاداء الجيد ده في الشوط الاول، ان تنتهي المباراه 1-0 لمصر. احنا في الاول بنرحب بيكي في مركز شباب الشواشنة، وطبعا ماتشات كاس العالم دي ماتشات صعبه ما فيهاش توقعات ولا حاجه، انما احنا بنتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. من وجهه نظركم ممكن الماتش ده لو كسبناه ايه اللي يحصل ممكن في مصر عامه؟ يعمل ايه مصر وجهه نظرك؟ لا طبعا طبعا، يعني الفرحه اللي هو بيبقى طبعا معنويا هيفرق في ظل الضغوط النفسيه بتاعت الناس، هيبدا ينقلهم لمكان تاني نفسيا. الانتصارات بتعمل حاله من اللحمه في المجتمع المصري عامه، بتقرب الناس من بعضيها، كله بيبقى محدش بيعرف ده مين وده مين، وهتنسينا الاسعار. طبعا اكيد طبعا طبعا أكيد.